بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم التبرك بالأموات وما هو الضابط الشرعي في مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، إن البركة هي دوام الخير وثبوته، وهذا من الله عز وجل. البركة تطلب من الله ولا تطلب من غيره. تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. الله يتبرك بأسمائه وصفاته، وأما المخلوق فإنه لا يتبرك به، لأنه لا يملك إيجاد البركة وإثباتها وإدامتها، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. وفي غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لحنين، لما خرج معه أناس من صحابته حديث عهد بالإسلام، يعني أسلموا متأخرين ولم يتعلموا تعلم الكافي، فمروا على قوم لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم لأجل البركة بها. فقال هؤلاء الصحابة الحديث العهد بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبيكم وهو فضلكم على العالمين. البركة تطلب من الله لا تطلب من غيره، لا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من الأشخاص ولا من الأحياء ولا من الأموات. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بريقه وبعرقه وبشعره وبثيابه، لأن الله جعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مباركا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يتبرك الصحابة بأفضلهم أبي بكر الصديق وعمر الخطاب والخلفاء الراشدين، لعلمهم أن هذا لا يجوز، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أيضا سؤاله الآخر يقول: هل التوسل بغير الله عز وجل نوع من أنواع الشرك؟ التوسل إلى الله بالمخلوق إن كان يتقرب إلى هذا المخلوق ويذبح له وينذر له ويستغيث به، يظن أنه يقربه إلى الله، فإن هذا شرك أكبر، لأنه عبادة للمخلوق، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا فعل الجاهلية، فلا يتوسل إلى الله بالأشخاص. أما إذا كان يعتقد أن الله هو المجيب، ولكن جعل هذا العبد الصالح الذي يزعم أنه صالح والله أعلم، جعله واسطة بينه وبين الله، لم يصرف له شيء من العبادة، بل اعتبره مجرد واسطة ومقربا له إلى الله، فهذا بدعة، لأن الله لم يشرع لنا أن نتوسل بالأشخاص، إنما شرع لنا أن نتوسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. توسل إليه بالأعمال الصالحة، نتوسل إليه بدعاء الصالحين حاضرين يدعون الله لنا، هذا الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر. أم سعد تقول: ما حكم تمني الموت لضر نزل بي وجعلني أعيش مشاكل تجعلني أكره الحياة؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لا بد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يدعو على نفسه بالموت ويتمنى الموت لأجل إزالة الضرر عنه والألم والهم والحزن، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري ما مصيره، ربما أن الذي ينتظره أشد ما هو فيه، فلا يتمنى الموت لضر نزل به. لكن يجوز، قد يجوز تمني الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف الفتنة، خاف على دينه، يجوز يتمنى الموت، ما هو
من أجل الألم الذي أصاب، لكن من أجل الدين، خاف على دين، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: حكم سؤال الكهنة والعرافين والتطبب عندهم، وذلك بعد أن عجزنا بأحوال أخرى أو طرق أخرى؟ أسأل الله العافية. لا يجوز العلاج عند المشعوذين والسحرة والكهان والمخرفين والمنجمين، لأن هذا الشرك الله عز وجل، تعاطي ما لا يجوز. الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. رسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. هذا أعظم الحرام، ذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد، لا يجوز الذهاب. وهؤلاء ليس عندهم علاج، هؤلاء كذبة، يخربون دينك وعقيدتك ويكذبون عليك. ربما تبتلى فتنال شيء من الشفاء ابتلاء وامتحانا. الله جل وعلا ما أحوجنا إلى الحرام، أغنانا بحلاله عن حرام، كما في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: ما معنى حديث لا تصاح إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ حديث واضح من ألفاظه: لا تصحب إلا مؤمنا، لأن صحبة المؤمن فيها خير، خلاف صحبة الفاجر والفاسق، إن فيها الشر، لأنك تقتدي به، أنت تقتدي بمن صاحبت. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال الآخر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. صحبة الأخيار فيها خير، صحبة الصالحين فيها خير، صحبة الأشرار فيها شر، وجليس السوء كما شباه النبي صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد رائحة طيبة وقت جلوسك عنده. لا تصحب الأشرار، ولكن عليك بصحبة الأخيار. ولا يأكل طعامك إلا تقي، كذلك أن هذا يعين التقي على تقوى، وأنت تشجعه على ذلك وتأنس به. وأما الشقي إذا أطعمته فإنه يتقوى على معصية الله، وأيضا إطعامك له دليل على محبتك له وموافقتك له على ما هو عليه. نعم. سؤاله الآخر يقول: عند القنوت بعد الرفع من الركوع هل يقال ربنا ولك الحمد؟ نعم، هذا هو الواجب. الواجب على الإمام والمنفرد أن يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه يقصر على قول ربنا ولك الحمد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. وهذا السائل يسأل حفظكم الله ويقول: وفيت والدتي وهي غاضبة علي، فماذا يجب علي حتى أكفر عن هذا الذنب العظيم؟ إذا كانت أمرتك بخير أو في شيء فيه مصلحة لها فنفذه، ولو ماتت نفذ ما أمرتك به، أو أنت وعدتها بشيء فيه خير نفذ ما وعدت، لم تفعله غضبت عليك نفذه استدرك. وأما إذا لم يكن كذلك وإنما أنت مسيء إليها أو أنت عاق لها وماتت على ذلك، أنت مرتكب لخطأ عظيم، لأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك، حقه ما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. عليك بالتوبة والاستغفار، وعليك أن تعوض أو تخفف ما حصل منك بالبر بهما بعد موتهم، وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما، وبإكرام القرابة المتصلة بهما صلة الرحم، وببر أصدقائهما في الحياة، وأولى من ذلك كله أن تبرئ ذمتهما من الدين إذا كان عليهما دين ولم يترك له تركة أو سدادا فتسدده من مالك، هذا من البر بهما. إذا كان لهما وصية شرعية تنفذها على ما وصيا به، هذا من البر بهما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق طير الحديد. السؤال يقول: متى يكون التوكل نافعا للمتوكل، وكيف يتوكل المسلم حق التوكل؟ التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة. على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فهو نوع عظيم من أنواع العبادة. والتوكل معناه الاعتماد على الله عز وجل، تفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب النافعة. لا تتوكل على الله وتعطل الأسباب النافعة، بل تجمع بين الأمرين، تعمل الأسباب النافعة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا يشير إليه الحديث الذي ذكرته: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق طير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر إلى قوله تغدو، يعني الطير تفعل الأسباب، تغدو ما تبقى
تبقى في أوكارها، يجيها الرزق وهي في أوكارها، بل إنها تذهب وتطلب الرزق، فهي تفعل الأسباب، ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بارك الله فيك محمد، يقول ما حكم المرأة وما حكم الشرع في طلب الطلاق إذا أصبحت العشرة مستحيلة؟ إذا كان العشرة فيها خلل من جهة الزوج هو المخطئ عليها ولم يمتثل النصيحة ولم وداوم على ذلك، فلها أن تطلب الطلاق إزالة الضرر عنها. أما إذا كان الحال مستقيما والزوج قائم بما يستطيع من العشرة، حرام عليها أن تطلب الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من الرياض تقول: هل يجوز وصل الشعر بالخيوط الملونة المنافي للشكل الأصلي للشعر؟ لا بأس بذلك، رب الشعر بالخيوط أو بالخرق لا بأس بذلك، هذا يسمى بالقرامل. وأما الممنوع فهو وصل الشعر بشعر، وصل الشعر بشعر ما يوهم الناظر أن هذا الشعر أصلي وهو ليس أصليا، هو غش، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا طلب مني أن أشهد مع شخص في عقد النكاح وأنا لا أعرفه، هل هذه شهادة زور؟ إذا كنت لا تعرف عليه السوء وظاهره أنه أحسن الظن به وأشهد على عقده للنكاح، أما إن علمت أنه منحرف في دينه أو في عقيدته فلا تشهد، أنه لا يجوز تزويجه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل رمز لاسمه بمحمد من جدة، يقول: هناك الكثير من المصلين آونة الأخيرة في هذا الزمن عندما يقرأ الإمام في الصلاة ويأتي عند لفظ جلالة الله يبدأ يرفع المصلي أصبعه السبابة، وكل ما يأتي الإمام عند آية فيها لفظ الجلالة يرفع أصبعه، هل هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الأصبع عند التشهد، عند التشهد والإتيان بلفظ الجلالة يرفعها إشارة إلى التوحيد، وأما رفعها في بقية أعمال الصلاة فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سائل حفظكم الله، يقول الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: هل إذا كان هناك نازلة على بلد من بلد المسلمين والشخص يصلي صلاة الاستسقاء، هل يجوز له الدعاء في الصلاة ويدعو بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية؟ هذا إنما ورد في الفرائض، النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على المشركين أو يدعو للمسلمين للتخلص من المشركين، يدعو على قوم ويدعو لقوم، هذا في صلاة الفريضة، وكذلك في قنوت الوتر يدعو أيضا للمسلمين وللمستضعفين وللمحتاجين. وأما الدعاء في صلاة القنوت، يعني القنوت في صلاة الكسوف، ما الدعاء في صلاة الكسوف أو في صلاة الاستسقاء لا أعلم لذلك أصلا. أحسن الله إليكم. أم ماجد من الرياض تقول: هل يجوز حلق شعر المولود ووزنه وإخراج وزنه؟ جزاكم الله. لم يثبت هذا، هذا ذكره الفقهاء لكن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حلقه نعم يحلق، أما أنه يتصدق بوزنه ذهبا كما يقال فهذا لا أعلم له دليلا. نعم. المستمع عبد الله من الرياض يقول: ما حكم وضع الشماغ على فرش المسجد والسجود عليه كما نراه من بعض المصلين المساجد؟ إذا كانت فرش المسجد فيها رائحة أو فيها غبار، يعني هناك سبب لوضع الشماغ لأجل أن يحمي أنفه من الرائحة أو من الغبار لا بأس بذلك، أما إذا كان ليس له سبب فالأفضل أن يباشر المصلى بأنفه وجبهته. نعم. المستمعة فاطمة من تبوك تقول: أنا بهت إنسانة من غير قصد وتكلمت بالكلام وأنا حالة غضب وخوف شديد، والآن أنا نادمة أشد الندم ولا أستطيع أن أقول تلك الإنسانة أني بهت لأنه قد تحدث مشاكل، ماذا علي أن أفعل؟ إذا كان سيحدث مشاكل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دعاء لها والثناء عليها بدل ما اغتبتيها أو بهتيها، ادعي لها في المجالس وأثني عليها مجالس. نعم. تقول: ما الفرق بين البهتان والغيبة؟ الغيبة من البهتان، إلا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول، أما البهتان فهو الكذب عليه بشيء ليس فيه، قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. نعم. أبو فيصل من الرياض يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، بآية تعوذ تعوذ، فهل من الصحيح أنه إذا قرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أتوقف عن القراءة فأصلي وأسلم على النبي ثم أكمل القراءة؟ نعم، هذا ثبت في حديث حذيفة في صلاة الليل أنه يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند الآية التي فيها ذكر العذاب، أنا يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. أما إذا مر بك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه ولو إن الصلاة، لكن لا ترفع صوتك لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السائل سوداني مقيم في المملكة يقول: إمام في قريتنا هناك وبعض المصلين أيضا معه عندما يدخلون المسجد
في صلاة الفجر يجلس ولا يؤدي تحية المسجد في صلاة الفجر حجة أنه صلى ركعتي الفجر في البيت، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك إذا جلس فلا بأس، لأن الوقت وقت نهي، يدخل وقت النهي بطلوع الفجر الثاني، إذا جلس لا حرج، وإن صلى تحية المسجد أيضا فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. أبو مريم من الدمام يقول: ما حكم طلاق الحامل والحائض؟ تراجع فيها المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم زينب تقول: ما حكم صيام يوم الجمعة بنية صيام 3 أيام من كل شهر؟ يقصد 3 ومرت فيها الجمعة لا بأس، أنها دخلت تبعا، أما قصد يوم الجمعة وحده بالصيام هذا منهي عنه. نعم. هذا السائل حفظكم الله بدر من تبوك يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا العشاء ولا غيره، لكن عند الناس أن صلاة العشاء وقتها في أول الوقت، ووقتها ممتد والحمد لله إلى ثلث الليل إلى نصف الليل والضرورة إلى طلوع الفجر، ولكن كان هناك جماعة ومرتبط جماعة فلا يترك الجماعة ويقول أنا أؤخر لأجل الفضيلة، لأنك تترك واجبا وهو صلاة الجماعة لأجل فضيلة وهو التأخير إلى ثلث الليل. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أيضا يقول: ما صحة هذا الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء؟ الحديث صحيح، لأنه لو دخل في الصلاة وهو محتاج إلى العشاء أو الطعام فإن نفسه تتعلق بالطعام ويذهله ذلك عن الشوع في صلاته. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد